انتي بتعرفيه لفتحي بيك من قبل؟ لا أنا ما بعرفه. برأيي يا مريم مانو موجود. كيف يعني؟ مثل ما سمعتي، أكيد في شي مخبى، هيك قلبي حاسسني. دخيلك شكراً، أمي عندها معارف وأحباب من زمان، وشي طبيعي ما نكون منعرف الكل. وين أمي؟ قاعدة بأوضتها. شفتي؟ حكي مزبوط، هالحركات مانا طبيعية، أنا إحساسي ما بخيب. إيه إلهم كم يوم في شي شاغلهم. دخيلك شكراً. خير، مبين انك جاي كتير مزعوش. انت شو رأيك امي؟ شو مخبي علي؟ قليلي. اذا عم تحكي على مسألة اما المحبوسة، انت بهاي الطريقة عم تستغليها للبنت. انا ما ضربت على ايدها لتوافق، رح تستفيد من هاي القصة مثل ما نحن رح نستفيد. كانت مجبورة ان توافق لانه وضعها صعب ومضطرة على المصاري. ابني روق، مين فينا عم يعمل هذا الشي وهو مانو مجبور؟ صدقني هي لازم تدعيلنا، لولانا شو كانت رح تعمل؟ من وين رح توكل لأمها محامي؟ ولا المستشفى؟ مستحيل تقدر تعمل هالشي لحالها. امتي انتي استغليتي وضعه وقناعتيها توافق. اسمع ابني، مدام بلشنا بهذا الموضوع نحن لازم نكمله لنهايته، وفي غيرها كتير بيعمل هالشي كرمال المصاري، ما اخترت ولا وحدة. ليش؟ لأنه أنا ما فيني اثق فيهن. ها، على أساس هي أحسن، تركتنا وهربت. لوين بدها تهرب يا ابني؟ أما قاعدة بالحبس وأختها مريضة بالمستشفى، رح تلف وتدور وترجع لعنا، ما فيها تستغني عنا. يا ريت لو مو بهالطريقة. يا ريت، أنا كنت بتمنى إنه مرتك تحبل وتجيب، بس ما مشي الحال، واللي صار مو بإيدنا. يا عيوني، لا تاكل هم، إن شاء الله بكرة بنسمع أخبار حلوة وبنطمن عليكم، وبعدين كل شي رح نلاقي له حل. شو عم تعمل عندك؟ قاعد. ما عم يجيني نوم، بكرة بتطلع النتيجة. برأيك بيزبط؟ موضوع الولد؟ ما بعرف. أوف، يا ريت يجي بكرة بسرعة. أنت بتعرفها من قبل؟ لرفيف؟ شفتها مرة واحدة. أنا كمان شفتها بس مرة، بستان الرمان، كانت عم تشتغل. مرة اجت لعندي وطلبت سلفي على المعاش. كانت عم تشتغل لما قلت لها اني مرتك تركتني وراحت، قالت لي بدي ارجع على شغلي، خافت بهدلها لاني مرت المعلم. عمران، معقول الصدفة تكون جمعتكم؟ ايه. أنا بردت وبدي فوت نام. روحي، أنا ضالل هون شوي. ماشي.